السلام عليكم إخواني ديال إدريس، معكم عادل الأزهري، وهذا السيد هذا اللي قدامكم هو صالح الزريع اللي تعرض لواحد الحادث ديال السير، ودابا مسكين ما صابش من يكون بيه وما عندوش، ودابا كان خدام، راه دابا الإنسان راه جالس وحده في الدار. ما إذا نطلبوا من الناس ديال ولاد إدريس واللي شاف هذا الفيديو ده إن شاء الله يعاون المساهمة منه باسم سخاء الله، لأن السيد ده راه مسكين راه مشى عند السبيطار والحالة يرثى لها. ودابا غادي نخليو السي صالح يتكلم لكم بنفسه على المعاناة ديالو. قول السي صالح للناس ديالو ولا إدريس أنه السلام تطلب عليكم منهم ولاد دريس خوتي. انا كنت غادي بغي نعزف واحد السيد ودعمتي، غادي على الموتور لحقت لواحد القنيطره ديال ولاد احمد، كاينه واحد الهبطه تما عز. قلت انا قلت غادي نوقف على السرج، ما غادي نتقسح. دابا فاش وقفت على السرج الرويده القداميه دازت، اللورانيه تخبطت جاتني المصاص ديالي، هرست ليا الحكاك ديالي بجوج، هرست ليا سيدي هاد الحكاك هادو بجوج، هرسات ليا هما، هرست ليا هذا اليسر على جوج، وهرست ليا اليمين على واحد. هذا غادي يمطي وهذا مقرض كامل. دروك انا ما تنوقفش، لا بغا نوقف خاص اللي يوقفني. حاجاكم طواليت تندخل ليها، خاصني الا بغا ندير شي حاجه تنديرها واقف. ولا اله الا الله محمد رسول الله. داك الريالات اللي كانوا عندي، هاد التصويره الاولى هاهي، اليوم مشيت تاني درت التصويره الاخرى ديال عظيم الطيب، ها هو مقرض من هنا كامل. هنا عندي مشكل، هنا عندي مشكل. عطاوني هاد الورقه هادي اليوم باش غادي ندير سكانير. سكانير 14000، 14000. انا ما عنديش من كورونا، وانا مريح تنعيش بوحدي. راه كل ما واحد الدريه بنت خويا هي اللي مقابلاني غادي يموت في بيت بوحدي. اللي عاوني في خوتي ما عمر هاداك الشي دا تشوفها تريكتو. الا بغيت نوقف درك خاص لي يوقفني، الا بغيت نوقف خاص لي يوقفني. الا بغيت ناكل تناكل بحالك، تناكل بحالك. عاط حدايا غير لا طاح حساكم فين دلو حما، زي شي عاد تيخرجي دفقة ما جاش تبقى براسي. انا راه ما كرهتش باش غنعيط لخوتي نقول لكم بحالك. واش عمري عيطت؟ عمري طلبت نازة ولا شي حاجة؟ ولكن كاين الله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، نعم بالله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. نقدوني، نقدو أخوكم، وباقي بغي نعيش معاكم، باقي بغي نشوف، باقي بغيت نشوف، باقي بغيت نشوف، وباقي بغي نعيش مع خوتي مع أحبابي مع أصحابي مع في دواري. وهذا امر الله سبحانه وتعالى. انا راه ما بغيت نبني بها، ما بغيت ندصص بها، ما بغيت نزلز بها، الا صحتي. واخا يكون عندك ما عرفت شنو يكون عندك. اذا ما كانش عندك الصحه ما عندك تا حاجه، ما عندك تا حاجه. هذا امر الله سبحانه وتعالى. والاخوان ديال ولاد الدريس، الانسان اللي بغى يعاون صالح الزريه واللي بغى يساهم معاه ولا اللي بغى، راه حنا خوت، راه اللحم الاخر زري مالي، وحنا نطلبوا الناس ديال ولاد الدريس، ما نطلبوا حتى شي واحد اخر. ايوا ها النمره ديال صالح، ها هو غادي يقول لكم النمره باسمي فمو، وغادي نكتبوها لكم في تحت في الفيديو، وان شاء الله يكون خير. النمره ديالي اخوتي راه 0671 01 68 53. ما زلت بغا نعيش مع اصحابي المهاجرين، ما زلت بغا نتعانق معاهم، ما زلت بغا نتشاوف معاهم. ورا الله ساهد لي، ساهم معايا وساعدني. بغيت تريكتو ما عمروي
دير ديك السيده اللي ما عندوش مسكين تا هو بحالي، الله يجيب ليه، الله يسهل عليه. راه هادشي اللي كاين، راه هادشي اللي كاين. والسلام عليكم، الله يسهل عليكم. خوتنا ولاد دريس، لا سمعتوا هذا النداء، هذا يعاون اخوكم صالح، راه لا اله الا الله محمد رسول عشان الله، كرهت راه اللي غادي حتى شي نتلاعب واحد معاه. مكره، وراكم انتم عارفين صالح، راه القصه ديال صالح انتم عارفين، كاع ولاد دريس راه عارفين ولاد القصه دريس ديال راكم صالح، كاع عارفين القصة ديال صالح، بلا ما نعاودوا نحكيوا وراكم القصه شهود ليا ديالو، امام الله ولكن سبحانه وتعالى بالله. غرب الله اي مشكل واقع لصالح راه انا مظلوم فيه، وراه الله ساعد ما عرفنا انت مشيو، ما عرفنا انت مشيو.